محمد صغير، حياك الله. احكي لنا على تجربة اليومين هاي. شيء ما ينوصف، شيء ما ينوصف، خيالي. الحمد لله الحمد لله. ارجع واقول واكرر كل مره احد يصورني فيه اقول الحمد لله اني شاركت في رالي الجزائر. اي والله الحمد لله. وخبرني على العشاء البارحه، عرفت شنو نوع الطبق ولا لا؟ ايوه، الكسكس الجزائري والحساء اللي هو الحريره. انت وش تعرف اطباق الجزائريه اللي تحبها؟ انا اللي جربتها في السعوديه كسكسي، بس هنا له يعني عند اهله له طابع ثاني، له طعم ثاني. شو بدك تزور في الجزائر؟ يعني المناطق اللي بدك تزورهم؟ انا بين يدكم، محل ما حبيته انا موجود معاكم. مرحبا بك. ومحمد صغير، ممكن تعطيني يعني افضل دراجه بالنسبه لك؟ كأجواءكم انتوا، انا اشوف الادفنشر الجي اس البي ام مبدع في هذه الاجواء. وكم يعني اسعارها في السعوديه؟ في السعوديه على حسب الموديل وعلى حسب نظافه الدراجه، يعني نقول تقريبا من 35,000 ريال سعودي الى 70,000 ريال. باليورو ولا الدولار؟ لا، ريال سعودي. باليورو ممكن تحولها؟ باليورو تقريبا تبدا من 8,000 دولار الى نقول 20,000 دولار. كان عندك أسوأ تجربة ولا حادث صغير تحركنا؟ ايوه، صار علي حادث على دراجة نارية، والحمد لله انا الان يا رب لك الحمد بكل صحة وعافيتي، والله لا يكتب لنا ولا يكتب لكم شر. انا انصح كل دراج ما يركب دراجته الا يكون لابس فل سيفتي. انا صار علي حادث في دولة من الدول على سرعة 120، طحت من فوق الدراجة، صدمت في دراجة ثانية، طحت من فوق الدراجة بفضل الله ثم بفضل السيفتي. أنا الحمد لله واقف قدامك وما فيها أي مشاكل، يا ربي لك الحمد. الحمد لله، شكرا لك جزيلا. الله يعافيك.